اسمي طارق مختار عبد القادر، سني 48 سنة، وزني 200 كيلو. شفت الدكتور كريم صبري عن طريق التلفزيون وتابعت الحالات بتاعته، آخرهم الحالة اللي كانت وزنها 330 كيلو، شفتها أثناء العملية وشفتها بعد ما خست، ودي اللي شجعتني وديتني جرأة إن أنا آخد القرار وأعمل عملية تحويل مسار. سنة تعبتني جدا لأن أنا ما بقتش قادر إن أنا أعيش حياتي مظبوط، ما بعرفش أتحرك كتير، تعبتني في شغلي، في كل حاجة، في كل حاجة. قاعد أنا قاعد كأني يعني ما بعملش أي حاجة مفيدة دلوقتي، وكان بيعمل لي مشاكل في التنفس، ما بقدرش أخد نفسي كتير، ما بقدرش أمشي مشوار كبير، ما بقدرش أتحرك كتير، النوم بيبقى صعب. يعني ما الحمد لله على كل شيء، ونتمنى أن ربنا يكرمنا بعد العملية. انتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري، النهارده من ضمن الحالات في الليسته استاذ طارق 210 كيلو. احنا هنعمل له تحويل مسار معده مصغر. عمليه تحويل مسار المعده المصغر هي الاكثر امدا في انقاص الوزن، الاقوى في انقاص الوزن، يمكن من العمليات اللي هي اساسيه في جراحات السمنه، يمكن من اكثر من 100 سنه عمليه تحويل المسار هي من ضمن العمليات اللي هي قويه في انقاص الوزن. كمان يمكن بتساعد الناس اللي هم مرضى السكر بنسبه شفاء قد تصل الى 100%. الناس طبعا كمان اللي هم اكل السكريات بشراهه بيستفيدوا جدا من تحويل المسار، لان هي طبعا يمكن بتستفيد من 30% من السكريات والدهون، وكمان بتعالج بعض الامراض الاخرى المصاحبه من زياده الكوليسترول، دهون الكبد، يعني يمكن اكثر من 50 مرض بسبب السمنة المفرطة بتعليكم تحويل المسار بعد إنقاص الوزن، يمكن في الأوزان العالية. هنطمنكم على الأستاذ طارق بعد العملية إن شاء الله، وبإذن الله يقوم بسلامة إن شاء الله. شكرا، بالتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور كريم صبري. أنا يعني هقول لكم الخطوات الأولى في عملية تحويل مسار المعدة المصغر. أنا طبعا أعرفكم بالتيم الجراحي، دكتور محمد فطين، دكتور سامي زودي، دكتور محمد دزوي، دكتور يحيى خالد، والكاميرامان أستاذ يوسف وأستاذ عبدو. الحقيقة طبعا إحنا بنعمل حاجتين، أول حاجة منهم إحنا بنعمل المعدة، بنفصل المعدة إلى جزئين. يعني الناس اللي عايزة تفهم يعني إيه تحويل مسار المعدة، إحنا بنفصل المعدة إلى جزئين. الجزء اللي هو على شمالنا ده المعدة اللي إحنا هناكل فيها، ودي مساحتها ما تكونش كبيرة، يعني دي مساحتها ما تكونش كبيرة. الجزء اللي احنا عزلناه ده بيتم عزله تماما في قبة المعدة اللي هي بتحتوي على هرمونات الجوع او غدد الجوع. الحقيقة طبعا احنا لازم نسلك المعدة تسليك جراحي يعني بصورة كافية، بحيث ان احنا ما نسيبش جزء من قبة المعدة، وبالتالي يرجع الوزن للوزن الطبيعي. اللحظة دي طبعا احنا بنوصل المعدة بالامعاء، بالامعاء ده الجزء المستبعد، ده الجزء اللي هنوصله بالمعدة، بحيث الأكل هيمر من المعدة من هنا إلى نهاية الأمعاء بصورة مباشرة. خلينا نركز مع بعض دلوقتي ونشوف الخطوة دي بتمشي ازاي. بس طبعا زي احنا شايفين بتوصله من بعض، بتدبس وتقص في نفس اللحظة زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين، ممكن ندخل بالكاميرا هنا دلوقتي. الامعاء اتصل بالمعدة بصورة مباشرة، يعني الاكل بمر من المعدة الى نهاية الامعاء بصورة قد تكون مباشرة. وبعد كده هنقفل الفتحة دي وخلاص، تبتدي العملية خلاص انتهت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنقفل دي دلوقتي حالا. اخر خطوة في تحويل مسار المعدة المصغر ان احنا بنعمل اختبار تسريب. اختبار التسريب ده احنا بنبقى عايزين نعمل المعدة ودبابيس نحطها تحت بريشر عالي، بحيث ان احنا نكتشف اذا كان في اي غرز يعني محتاجه تاكيد عليها او دبسات عشان نتفادى نسبه التسريب. وبالتالي احنا بنعمل اختبار تسريب دلوقتي، بنحقن ماده زرقاء بكميه تحت ضغط عالي. هنشوف دلوقتي، اتفضل. فبنخلي المعده والامعاء عاملين زي البالونه كده، بحيث ان يبقى في اي كل الامعاء تحت بريشر عالي. فاحنا بنطمن عليها خلاص، يعني دي تعتبر انتهت العمليه. المعدة بنرجع تاني، ممكن نرجع بالبوجي للمعدة الجديدة، دي المعدة المستبعدة
مستبعده، ودي الامعاء اللي وصلناها بعمليه تحويل مسار المعده المصغر. بسم الله الرحمن الرحيم، انا طارق مختار عبد القادر. انا عملت عمليه تحويل مسار عند الدكتور كريم صبري، والحمد لله العمليه تمت بنجاح، وانا مشيت بعد العمليه بست ساعات واتحركت، والحمد لله مرتاح وكويس الحمد لله. وانا بشكر الدكتور كريم على المجهودات اللي عملها معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا دلوقتي ما بعد اجراء عمليه تحويل مسار المعده المصغر لاستاذ طارق. في يعني احنا طبعا بنحب تحويل مسار المعده المصغر، وخصوصا في الاوزان زي استاذ طارق فوق ال 200 كيلو. تحويل مسار المعده هي من العمليات القويه في انقاص الوزن، وخصوصا في الاوزان العاليه. يعني طويله الامد في انقاص الوزن يمكن على المدى البعيد هي يمكن من اكثر العمليات اللي بتحافظ على الوزن فترات كبيره جدا. كمان العمليه دي احنا بنحبها في الناس اللي هم مدمني السكريات. احنا يمكن كمان في الناس اللي هم مصابين بالسكر او مرضى السكر، عمليه تحويل مسار المعده المصغر تعتبر علاج جذري لمرضى السكر كمان، والناس اللي عندهم برضه ارتجاع ومصابين بالسمنه المفرطه، واحنا بنعمل فيهم تحويل مسار المعده اكتر من تكميم المعده. دلوقتي بقى لنا فتره صغيره ما بعد اجراء العمليه، الريهابيليتيشن احنا شايفينه يمكن بنتمشى بعد العمليه بساعتين، بنبتدي نشرب بعد ست ساعات، يمكن ما بنقضيش اكتر من 12 ساعه في المستشفى، بنرجع لنشاطنا بعد يوم من العمليه. ويعني اللي عايز اوصله واقول ان عمليات انقاص الوزن للسمنه المفرطه هي عمليات امنه تماما، تجرى باحدث التقنيات الدوليه والعالميه، من استهلاك من مستهلكات طبيه امريكيه زي الدباسات، يمكن احنا بنستخدم تو براندز الجونسون وكوفيديان. احنا كمان في المناظير كلها لازم تكون هاي ديفينيشن، يعني يمكن شفتوا معانا العمليات على اعلى مستوى من التجهيزات، وخصوصا طبعا احنا لازم نكون جاهزين لاوزان اعلى كمان من وزن استاذ طارق، اكتر من ال 200 يعني. في اوزان طبعا قد تصل الى 300 كيلو ويمكن اكتر من هذه الاوزان. عايز اقول ان عمليات السمنه هي ليست عمليات صعبه، هي عمليات سهله امنه، ويمكن رجعنا للوضع الطبيعي او الريهابيليتيشن بتاعنا زي ما انتم شايفين يمكن بسرعه جدا، وعادتنا للعمل يمكن ان شاء الله تكون سريعه، في خلال يوم بعد العمليه ممكن تنزل شغلك عادي خالص. وانقاص الوزن هو يمكن ان شاء الله هنشوف بعد كده، هو انقاص وزن ثابت وامن كمان ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا طارق مختار عبد القادر. انا عملت عمليه تحويل مسار عند الدكتور كريم صبري، والحمد لله العمليه تمت بنجاح، وانا مشيت بعد العمليه بست ساعات واتحركت، والحمد لله مرتاح وكويس الحمد لله. وانا بشكر الدكتور كريم على المجهودات اللي عملها معايا. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير. احدث جراحات السمنه المفرطه والسكر بالمنظار. احدث التقنيات الامريكيه لجراحات السمنه، تحويل مسار المعده بالمنظار، تكميم المعده بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيره. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحه العامه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير.
مساء الخير، مساء الفل على كل مشاهدين اتغير مع يومنا. حلقة جديدة وعندنا النهاردة أكتر من فقرة، وهيكون عندنا مفاجآت النهاردة في حلقتنا. بس فقرتنا الأولى هنتكلم فيها عن مشاكل الشعر. احنا عارفين انه الشعر لما بيبقى فيه مشكلة، سواء الشعر ده بيقع أو ما بيطولش أو هايش أو مجعد أو خفيف أو في صلع مثلا، دي من أكتر الحاجات اللي ممكن تسبب لنا ضيق أو مشاكل نفسية، لأنه الشعر ده بيرسم الشكل كله، سواء لسيدة مثلا محجبة أو غير محجبة فهو أكيد بيرسم الشكل، أو لرجل لما بيحصل صلع السن بيبان أنه أكبر بشكل كبير. علشان كده احنا النهاردة جايبين لكم منتج يعتبر من أقوى منتجات العلاج والتجميل للشعر ولكل مشاكل الشعر المختلفة. الحقيقة هو يعتبر طفرة في عالم التجميل، لأن نتائجه هائلة جدا ومبهرة جدا، وحقق انتشار سريع في وقت بسيط قوي. النهاردة هنتكلم عن ساينو ماسي هير، بس خلوني أرحب بضيفتي العزيزة اللي معايا في فقرتي الأولى، دكتورة آن أمحاوي، المدير الطبي لساينو ماسي هير. أهلا يا دكتورة. أهلا بيك. عاملة إيه؟ الحمد لله. يعني من أكتر الحاجات اللي بتضايقنا أنه الواحد شعره يحصل فيه مشكلة. بصي يعني دي بقى يعني بتبقى لا تحتمل بجد، سواء راجل او سيده. ساينو ماسي هير طفره كبيره، ومن خلال الوقت القليل اللي انتوا ظهرتوا فيه الا انكم حققتوا انتشار وناس كتير جربته وناس كتير بتشكر جدا النتائج من اول استخدام. بالظبط. فخلينا نقول ايه هي المشاكل اللي بيعالجها ساينو ماسي هير. انتي قلتي في الاول ان هو بيعالج كل مشاكل الشعر، هو فعلا بيعالج كل مشاكل الشعر. عندك اول مشكله سقوط الشعر، دي حاجه بتزعج الناس كلها، كبار وصغيرين ورجاله وستات وكل حاجه. هو بيعالج التلف، الهيشان، التقصيف، لو في اماكن فيها فراغات بيعالجها بشكل هايل. وزي ما انتي قلتي ان هو عمل طفره ليه؟ عشان احنا الاكشن بتاعنا بيبتدي من اول اسبوع. اوكي. يعني النتيجه بتبان من اول اسبوع. بيبان من اول اسبوع، فانت نفسك تبقى مرتاحه، بتبقي مبسوطه، حاسه ان لا ده انا شعري اتحسن، لا انا هكمل. بالزبط. لا ده ما بيقعش، لا انا اكمل بقى. فطبعا دي الميزه اللي بتميزنا عن اي منتج تاني، ان احنا الاكشن بتاعنا سريع جدا. طيب انا ازاي بقى شعري ما بيقعش؟ ان هو انا عندي مواد فعاله قويه جدا، اتعمل بالنانو تكنولوجي، يعني صغرنا الجزيئات قوي بحيث انها تخترق مسام الشعر. طيب ما بيقعش ازاي؟ ما بيقعش ان احنا عندنا ماده اساسيه قويه جدا اسمها ساو بالميت، ودي عشبه من امريكا بنستخلصها ونحطها في البرودكت بتاعنا. بتعمل ايه؟ ان هي بتحارب او بتروح توقف الانزيم اللي بيروح يحارب البصيله بتاعه الشعر. أوكي. انها تقع. تمام. فانا كده ريحت اعصابي ان انا كل يوم الاقي شعري بيقع، اصرح الاقيه بيقع في الشاور، الاقيه بيقع. فطبعا انا كده وصلت النتيجة هايله. دي نتيجه هايله في اول اسبوع بتوصلوا لها، انه الشعر اللي بيقع بيبطل يقع. بالظبط كده. ده من اول اسبوع. تاني حاجه ان انا الفراغات، عندي فراغات، ما انا لازم بقى وقفت سقوط الشعر، لازم اشوف نتيجه في الفراغات اللي بتظهر بسبب ان انا استعملت حاجات مثلا غير صحيه على شعري، فردت، صبغت، عملت حاجات كتير قوي ضرت شعري. طيب ازاي؟ ان انا عندي كافيين وعندي بايوتين. بايوتين ده احنا قلنا قبل كده ان هو المصنع الاساسي للكيراتين، هو الشعرايه، البروتين الاساسي بتاع الشعر. طيب بيعمل ايه البايوتين؟ البايوتين ده بيحفز خلايا فروه الراس انها تتجدد. معنى ايه تتجدد؟ ان انت بيطلع لك خلايا جديده، يعني شعر صحي، شعر بينمو بسهوله وبسرعه، يعني ما فيش بقى مشكله ان انا الاقي شعري يوصل لحته معينه وراح واقف والطول واقف. بالظبط. لا ما عنديش الحته دي، حد يجي يقول لي انا شعري لغايه هنا وبيقف، انا قصيت شعري وما طولش من ساعتها. ما فيش حاجه اسمها كده. ده سوء استعمال لحاجات انت مثلا الاستشوار، الفرد. هيعوضنا ساينو ماسي هير عن الموضوع ده؟ طبعا عن الموضوع ده كله. هو اساسا اساس علاجي للفرد واستشوار والحاجات اللي احنا استعملناها غلط، والصبغه طبعا. ليه؟ لان هو في برضو بانثينول وفي الوفيرا وفي مكونات تانية، بحيث ان انت لما بتحطيه على شعرك مش لازم تحطيه على شعرك نفسه، بتحطيه على الجدر. الجدر احنا قلنا قبل كده ان هو الشعر مسامي، يعني بيشفط بالعاميه كده، بيشفط البرودكت اللي انت حطيتيه. طيب معنى كده ايه؟ ان هو بيعمل كفر للشعرايه، بيغطيها بحيث ان ما يتعرضش لاشعه شمس ضاره، ما تفقدش الميه اللي جواها فتفقد حيويتها. طب في الحاله دي بخليك الشعر مرن وبيلمع وصحي، ما بيتقصفش، ما تلاقيش الاطراف بتاعته بدات تتقطع لحتتين ثلاثه تتقطع. لا ما هو فليكسبل، يعني
مرن بالظبط، مش جاف. معروف انه الشعر الجاف هو اللي بيتقصف بالظبط كده، هو اللي بيتقطع، هو اللي بيحصل له الحاجات دي كلها بالظبط. طول ما الشعرايه مرنه متغذيه مش هتبقى بالظبط هتسرحيها بسهوله، لان هي اوريدي خلاص انت حاسه بنعومه وحاسه انها سهله، مفيش يعني تشابك. لا ما عنديش يعني معنى كده انه الشعر المجعد او الخشن بيصلح طبعا، لان في جليسرين، في جليسرين وبانثينول والحاجات دي اساسيه انها تنعم الشعر اللي هو يخشن شويه او خشن يعني مش شويه. فلا كل الخواص بتاعته اللي فيه بتديكي نعومه وحيويه ونمو. نمو ازاي؟ انا عندي كافيين، كافيين ده بيعمل ايه؟ بيعمل اكتيفيشن للبصيله، بيحصل ان هي البصيله اللي بتبقى بدات انها تريح شويه زي ما بنقول او تنام، لا تبدا تصحصح. بنسبه كام؟ بنسبه 46%، ودي مش حاجه هينه، دي ده حاجه قويه جدا ان في منتج يعمل كده، بدل ما يطلع لك في البصيله الواحده شعرايه، لا يطلع لك اثنين وثلاثه، ومن هنا بيجي الكثافه. يعني هو اتعمل اصلا علشان غرض انه يطلع شعرايتين في البصيله بالظبط، ان انت يديكي الكثافه في شعرك تقل. امال انا هديكي الكثافه ازاي؟ ما لازم احفز لك البصيله، لما البصيله تتحفز بيطلع في البصيله الواحده اثنين وثلاثه. فحسيتي ان انت يعني بتلاقي بعد كده ان احساسك بشعرك انه طويل وبيلمع وصحي، وفي نفس الوقت الفراغات اللي بتبقى عندك مثلا عشان الام شدت شعر جامد او حصل اي حاجه يعني استخدامات غلط، حته قرعت، لا تبداي تلاقي فيها بيبي هير صغير. بتستمري على البرودكت بتاعنا لمده 3 شهور هتلاقي نفسك النتيجه انت راضيه عنها تماما. يعني في خلال الثلاث شهور النتيجه نهائيه تبان بالظبط، ومن اول اسبوع يبدا الشعر الصغير يطلع او التساقط يقف؟ لا، اول تساقط اول اسبوع، بعد كده ثاني وثالث اسبوع هتلاقي الشعر بيبي هير بدا يطلع. طب كويس جدا. طريقه الاستخدام بتكون ازاي يا دكتوره ايمن؟ بترشي من 4 لـ6 بخات على فروه راس جافه، بتدلكيها كويس جدا. طبعا احنا البرودكت بتاعنا شغله الاساسي برضو ان هو بيحفز لك الدوره الدمويه انها تشتغل، مع ان انا حفزت لك الدوره الدمويه ان انا خليت لك البصيله تمسك في فروه الراس ما تقعش، يعني انا اجيبها لك ببساطه كده ما تقعش، يعني ايه؟ يعني تتكلبش فيها بحيث انها تبقى قويه، بقوي لك البصيله بتاعت فروه راسك. نرجع تاني للاستخدام، بترشي من 4 لـ6 بخات يوميا على فروه راس جافه ليلا ليلا، علشان المسام تبقى متفتحه فبتاخدي الماكسيمم افكت بتاع الدواء. طيب ده على فروه راس جافه ده يومين، الروتين يومي بالظبط. وبعدين على فكره يومين ده مش حاجه تخليكي تنزعجي، ده بالعكس انت كده بتضمني ان انت شعرك بيوصل له الغذاء من فيتامينز. عندي فيتامين A و C و E و H وفيتامين B7 هو البيوتين. الاي والاتش والفيتامينز انا بقولها دي كلها بتعمل ايه؟ دي انتي اوكسيدنت، الفيتامين اي والسي والاي يعني مضاد الاكسده، ان انت شعرك يفضل على طول صحي. كلنا عارفين فيتامين اي بيعمل ايه، يعني الفيتامين سي وفيتامين اي وفيتامين اي. في ناس تيجي تقول لك انا هجيب برودكت بس لوحده فيتامين اي عشان عارفين قد ايه هو قوي للشعر، واخد فيتامين اي بالظبط. طب انا مديكي ده كل الفيتامينز دي في حاجه 200 مللي سهله جدا، سبراي بتحطيها بالليل. فانا ضامنه ان انا الليل طول الليل والصبح برضو ان انا واصل لي فيتامينز وغذاء لشعري هايله. وبعدين انت بتحطي حاجه دايركت بالظبط، يعني عارفين لما الحاجه تبقى دايركت على المشكله نتيجتها بتبقى اقوى بكتير جدا من لما مثلا ناخد دواء او ناكل اكل معين يعني ممكن يكون خاص بالموضوع. دايركت دي معناها ان شاء الله النتيجه كويسه. وبعدين انت بتقولي ننزعك، احنا مش هننزعك خالص انه يومي لو لقينا نتيجه لطيفه وانه جايب معانا نتيجه. بالعكس بالعكس، ده احنا ننزعك لو نسينا يوم مثلا بالظبط. في ناس تقول لك لا انا زهقت، لا ما تزهقيش، انت بوظتي شعرك بصبغه، بوظتي شعرك بفرد، بوظتي شعرك بتروحي عند الكوافير تقعدي تشوري فيه وحراره دايركت، كل ده بيبوظ الشعر. طب انا بديكي يعني غذاء يومي لشعرك وفيتامينز لشعرك كل يوم. يعني انا في سيده كلمتني واشتكت ان هي النظام الغذائي بتاعها متلخبط، ما بتفطرش وما بتتعشاش، والناس اللي بتعمل دايت والناس الكبار في السن انا بنصحكم ان انتوا تستعملوه، لان انتوا خلاص الغذاء بتاعكوا بقى قليل او ضعيف. قبل ما توصل لك الفيتامينز لشعرك، انا الفيتامينز دي كلها بتروح لجسمي كله. طيب حلو قوي الكلام ده، بس بقى كمان ان هو بيأخر نمو الشعر الابيض المبكر عند اللي هم عندهم 20 و25 سنه. فشوفي انا مديكي كام ميزه. طبعا اللي بيأخر الشعر الابيض ده ايه؟ البيوتين والروزميري.
يعني انتوا حاطين مكونات يا دكتوره عين لكل مشكله. بالظبط كل مشكله حاطين لها حاجه. بالظبط. وتاخير ظهور الشعر الابيض ده يعني ما عندكيش فكره هيعجب ناس كتير جدا. طبعا دي حاجه مهمه قوي لانه في سيدات كتير بتعاني من الموضوع ده بتضطر تصبغ. بالظبط هي حلقه بالزبط. مقفوله نصبغ ونرجع نبوظ شعرنا؟ لا عشان كده راعينا حاجه زي دي واحنا بنعمل المنتج بتاعنا. طيب ساين وماسي هير يعني في ميزه كمان يمكن انا حسيتها انه ما بيسيبش اي تاثير دهني على البشره. يعني اقدر استخدمه واطلع هوا عادي. صحيح. اقدر استخدمه واروح شغلي عادي. دي شهاده حلوه منك. بالظبط ده اللي انا لاحظته يعني انه معظم المنتجات الثانيه تحسوا لما بتحطوها في تلزيق يعني فروه الراس في تلزيق بتضطر انك تغسلي شعر. صحيح. ده خالي كانك ميه حتى. ده حقيقي. طب ايه رايك في ريحته؟ انت مجربه؟ حلوه جدا حلوه جدا وخاصه انه في ناس بتحب اصلا تجيب تحط بيرفيومز على شعرها. بالزبط. او تجيب منتجات تعطر بيها شعرها. البرفيوم خطر جدا حقيقي. على الشعر هو بقى فيه الريحه الحلوه والملمس اللطيف كمان. بالظبط انت عارفه الملمس ده احنا رايناه لان انت المنتجات الثانيه كلها هتلاقي ان فيها ملمسها بيعمل عارفه لما تكوني حاطه جل او حاطه سبراي التزييت بتاع الشعر فتحسي ان شعرك لا مش صحي وما بيروحش ويجي معاكي كده ما بيبقاش لامع فبتاثري بيه ان هو ايه انا ما تاثرتش غير بالعكس يعني حاجه مش حلوه. طب لا خلاص بركنه على جنب ما بستعملوش لان انا اللوك بتاعي بيبقى مش حلو. طب انا استفدت ايه؟ بالظبط بالظبط انا عايزه حاجه سهله حاجه بسيطه حاجه. وبعدين في حاجه احنا ما قلناهاش ودي ميزه قويه جدا عندنا ان انا لما ببطل ساين وماسي هير قلت مثلا هريح شويه شعرك ما بيقعش ما فيش انتكاسه ودي رقم واحد احنا بنعتمد عليه ان احنا ما عندناش مواد كيميائيه خالص ما فيش اي كيميكال برودكت يعني كومباوندز عندي البرودكت بتاعي ده 100% طبيعي. انا عاوز بس اوضح للساده المشاهدين انه هو في فرق فعلا بينه وبين اي منتج تاني ويمكن السبب اللي انت قلتيه من اهم الاسباب لانه معظم المنتجات لما بتستخدموها ممكن تكون بتجيب نتيجه سريعه بس بعد شهرين ثلاثه اربعه خمسه الشعر هيرجع يقع تاني. بالزبط. ليه؟ لان بيبقى فيها الماده ماده معينه. بالزبط. بتعمل كده حقيقي. ساين وماسي هير ما فيهوش الماده دي بلس ان هو بيديكوا ده نفس الايفكت ممكن احسن نفس الايفكت حقيقي من غير ما الشعر يقع تاني. صح. يعني احنا عاوزين حاجه تعيش معانا مش بنعمل حاجه لشهرين ثلاثه وخلاص. بالزبط. يعني حاجه فعلا لأنه علاج لانه منتج علاجي ما هو مش تجميلي وكلام فاضي يقول لك لا خلاص احنا سيبناه بقى او بعد كده الاقي شعري بيقع ولعلمك ده يخليني يعني نفسيا اوحش بكتير اكيد ان انا استعمل شعر يطلع وفجاه الناس تقولي ايه ده انت قرعتي ايه ده انت شعرك خف. لا ده انا بالعكس انا مستعمل ساين وماسي هير الناس تقول لي انت شعرك تقل انت حلويتي انت لا شعرك مظبوط بدل ما انزل مثلا في ناس تقول لك قصتي خفيفه لا الناس حاسه ان في كثافه. انا عاوزه اقول السيدات اللي بيبقى عندها هنا بالظبط تقدر تستخدمه في طبعاً. في المناطق دي طبعا الحته اللي هي بتبقى الاماكن المنحوله بيبقى عليها المنحوله ده حقيقي طبعا تستعملي ان احنا قلنا الكافيين والبيوتين بيجدد الخلايا والدوره الدمويه بتزيد فبيطلع لك بيبي هير من تاني او تالت اسبوع من تاني تالت اسبوع بيطلع البيبي هير تمام فتلاقي الفراغات دي كلها اتملت. ورجال كمان طبعا طبعا ده اساسي ليهم نصيب في الموضوع طبعا. رجال بتهتم زي الستات بالظبط. طيب كيفيه الحصول على ساين وماسي هير بتكون ازاي؟ هتلاقي الارقام موجوده على الشاشه هيتصلوا بينا لو جوه القاهره في نفس اليوم هيوصل لهم لو خارج القاهره هيبقى يعني ماكسيمم 24 ساعه والكول سنتر عندنا هيردوا يعني 24 ساعه موجودين على اي استفسار. طيب سؤال اخير هل هو بيتعارض مع انه انا استخدم اي كريم متعوده استخدمه لشعري اي شامبو اي صبغه حتى اي جل اي حاجه بيتعارض؟ لا هو ما بيتعارضش خالص بالعكس انت مش هتحتاجي لا كريمات ولا اي حاجه ولا سيرم ولا الكلام ده كله لان احنا حاطين فيه يعني حاطين فيه برود يعني سوري اكتف انجريدينتس مكونات بحيث انها تبقى مدياكي نفس الترطيب بتاع السيرم او الكريم بالعكس احسن بكتير فمش هتحتاجي. بالنسبه للصبغه او الناس اللي يعني ما بتستغناش عن السشوار مثلا عشان انت طالعه تصوري كل يوم لا ما فيش مشكله بس هتلاقي نفسك شعرك بيتحسن يعني لو جيتي مثلا بكره تعملي حلقه بتاعتك هتلاقي لا انا مش محتاجه مش محتاجه اعمل شعري. بالظبط. بالنسبه للصبغه طبعا في مهما قلت ما تصبغوش هتصبغوا بس احنا هنقي الصبغه مش هنحط اي حاجه مجهوله مصدر هنقي الصبغه اللي ما فيهاش امونيا عشان دي بتفرفت الشعرايه زي ما قلنا قبل كده لكن هو ما يتعرضش. انا بشكرك يا دكتوره ان على وجودك معايا. دكتوره ان امحاوي هنروح لفاصل لسه عندنا فقرات تانية بعد الفاصل استنونا. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم
يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. Masidora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Masidora Gold يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Masidora Gold can bring back the beauty of your face and neck. Masidora Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Masidora Gold مرخص من حكومة دبي الإمارات. Masidora Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Masidora Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. Masidora Gold من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Masidora Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. Masidora Gold أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. في حلقة سابقة احنا كنا اتكلمنا عن زراعة الشعر وقلنا انه مصر فيها يعني تكنولوجيا حديثة جدا في المجال ده ودكاترة اكفاء جدا في المجال ده ولازم اي حد بيفكر انه يعمل العملية دي يقرر انه يعملها في بلده يعملها في مصر. عرضنا في حلقة سابقة حالة استاذ سيد اللي كان معنا وقلنا انه هو هيعمل العملية. استاذ سيد بالفعل خطأ اول خطوة في موضوع زراعة الشعر وعمل العملية، ولأننا وعدناكم إن احنا نقل لكم الصورة كاملة وهنتابع الموضوع معاكم أول بأول علشان نثبت لكم إن عملية زراعة الشعر دي عملية سهلة جدا وبسيطة جدا، وبس لازم إن انتوا تختاروا المكان الصح عشان تجيب النتيجة الصح. احنا النهاردة هيكون موجود معنا أستاذ سيد بعد إجراء العملية بثلاث أيام فقط، هنتكلم معاه ونعرف إيه أخبار العملية، هنشوفه لايف على الهواء. بس خلوني أرحب بضيفي العزيز اللي بسعد بلقائه جدا، دكتور هشام شعبان استشاري تجميل الوجه والأنف بالمركز الطبي عيادات جولد. أهلا بيك يا دكتور هشام. وأستاذ سيد اهلا بيك يا استاذ سيد، الحمد لله على السلامه، ربنا يخليها كرسي. يا جماعه استاذ سيد بقى له 3 ايام بس عامل العمليه، فده الشكل الطبيعي بعد العمليه. انا عايزه اقول لك الحمد لله على السلامه طبعا يا استاذ سيد. انا عاوزه اعرف بقى، خليني بس يا دكتور هشام طبعا بما ان هو يعني موجود معنا النهارده نبدا الحوار مع استاذ سيد. قول لي ايه الاخبار من ساعه ما دخلت المركز الطبي عيادات جولد الخاصه بزراعه الشعر لحد دلوقتي، ايه اللي حصل؟ والله اللي حصل كان كويس جدا جدا. انا كنت رايح يعني مش هضحك عليك قلقان، انا فاكر ان انا داخل عمليه فحاسس ان انا قلقان. دخلت بصراحه الناس في الريسبشن استقبلوني استقبال كويس جدا، وصلوني للدكتور هشام. الناس بصراحه شرحوا لي هعمل ايه بالظبط فروم اي تو زي، انا يعني كل حاجه بالظبط شرحوها لي، طمنوني جدا. تمام، زي ما الامريكان بيقولوا كده ذي بريك ذا ايس، يعني كسروا الحاجز النفسي اللي انا كنت خايفه. وبعدين صورنا تقرير صغير، ممكن حضرتك هتزعيه بالظبط. ونزلت بقى غرفة العمليات. غرفة بروفيشنال جدا بصراحة. هي العملية بتتم في المركز؟
بتتم في المركز ده مظبوط. الناس هو تيم كامل. انا يعني اول ما نزلت لقيت قدامي 5 افراد. ايوه فعارفه اللي هو انت هتعملوا ايه فيا. بعدين الناس عارفه حضرتك خليه النحل او النام سوري انا اسف خليه النحل. الناس بتشتغل بنفس الاسلوب بالظبط طبعا. ناس بجد بجد فيري بروفيشنال. الناس عارفه بتعمل ايه. طمنوني جدا. بقينا قاعدين حاسس ان انا قاعد مع اصدقائي مش قاعد بعمل عمليه مع دكاتره. السيد انت كنت صاحي يعني ما كانش يعني في تخدير كلي ولا اي حاجه؟ بس هو التخدير كان جزئي يعني موضعي موضعي بالظبط بالظبط. التخدير موضعي كان يعني انا ما حسيتش بحاجه خالص بصراحه. الوضع كان ظريف جدا بالنسبه لي. لا قعدت قد ايه تقريبا في العمليه؟ كام ساعه؟ اخذنا 8 ساعات. 8 ساعات. 8 ساعات. ما حسيتش بقلق اي الم اثناء العمليه خالص نهائي. يعني انا كنت متخيل بصراحه وكانوا قالوا لي مش هتحس بالم. بس انا قلت اكيد اكيد حتى لو في الم صغير يعني. لا ما كانش في بصراحه خالص ألم. اي الم تماما يعني. تاني وتالت يوم بعد العمليه انا عاوز اعرف الاحساس بيكون ازاي. ما كانش في اي حاجه. انا يعني تاني يوم الخميس. انا هو تالت يوم النهارده. انا تالت يوم. عايز اقول لك انا بالنسبه لي تاني يوم كان الخميس. نزلت خرجت مع اصحابي وما كانش عندي اي مشكله خالص. ما حسيتش باي وجع نهائي يعني خالص خالص. حتى كان في مسكن الدهوني اخدته اول يوم احتياطيا مش اكتر يعني. حتى بعد كده ما احتجتوش خالص يعني. انا قلت ممكن اتوجع النهارده فخليني اكل مسكن بس. فعلا ما احتجتوش خالص يعني. بقول لك الحمد لله على السلامه تاني. ربنا يخلي حضرتك. ميرسي دكتور هشام. احنا معانا تقرير من حلقه سابقه عشان لو اي حد ما كانش متابع من الساده المشاهدين يشوف لقائنا مع استاذ سيد كان ازاي. هنروح لتقرير من حلقه سابقه ونرجع نكمل كلامنا. اولا انا بشكرك على وجودك معانا لانه مش كل الناس بتقدر تواجه الكاميرا او تقول تجربتها بشكل واضح يعني قدام الساده المشاهدين. موضوع الصلاه هل هو وراثي عندكم في العيله؟ وراثي يا فندم مظبوط. يعني الوالد وعن الجد سعيد للعمليه. انا عرفت ان هو هيعملها بكره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. هو الاستاذ سيد جالنا وكان هو يعني متردد في موضوع الزراعه. احنا لما اتكلمنا معاه وشاف النتائج بتاعتنا احنا هنبتدي النهارده ان احنا هنخطط المنطقه اللي احنا هنزرعها. هنخش يوم العمليه ان شاء الله بكره هنصور كل الخطوات بتاعه العمليه. بعد العمليه هنظهر الشكل هيبقى عامل ازاي. ونمشي معاه مرحله مرحله. هو الاول ساعه العمليه احنا بنحلق شعر بدرجه زيرو. بنبتدي نخطط زي ما انا هوريكي دلوقتي. هو احنا دلوقتي بنبص على خط الشعر الاساسي بتاع الراس. يعني انا شايف ان الشعر بدايته من هنا. ببتدي احط المكان اللي انا هبتدي اعمله وابتدي اخطط المنطقه كلها اللي انا همشي عليها. دي هيبقى الخط بتاعي اللي انا ماشي عليه اللي هو الهير لاين. احنا ان شاء الله هنزرع المنطقه الاماميه ديت. دي ما فيهاش شعر خالص. هنتقل المنطقه الخلفيه ديت. في بعض الجناب برضو هنا ديت هنبتدي برضو نزود لها الكثافه بتاعتها. والمنطقه دي برضو هنزود الكثافه فيها. وان شاء الله هيبقى راضي بالنتيجه كويسه. يعني بتوعدنا في خلال 5-6 شهور هنشوف استاذ سيد شخص مختلف إن تماما. شاء الله لو حد قبله وما شافش العمليه على التلفزيون مش هيعرف ان هو زرع شعر اصلا. احنا متبنيين حالة استاذ سيد هنا عندنا في البرنامج وهنطلعكوا على التطورات اول باول. خطوه هنتابع معاك. حضرتك تبنيتي في البرنامج الحالة بتاعتي. دي كانت حلقة سابقة وزي ما وعدتكوا احنا بننفذ النهاردة. اهو استاذ سيد كان لقاء سابق واستاذ سيد معانا النهارده بعد ما عمل عمليه. بس خليني ارجع للدكتور هشام وانا عاوزه بقى اعرف خطوات العمليه ازاي كانت مع استاذ سيد. يا دكتور هشام هو الاستاذ سيد وصل عندنا في المركز عيادات جولد التخصصيه. خططنا المنطقه اللي احنا هنبتدي نشتغل عليها. بدانا نشتغل نديله بنج موضعي. هو طبعا البنج بتاع المخدر يعني بتاع عمليه زراعه الشعر بيبقى موضعي في فروه الراس نفسها. احنا بنعمل بلوك يعني بنعمل يعني تخدير للمنطقه اللي احنا هنبتدي ناخد منها البصيلات الاول. وبنبتدي شويه بشويه بنبتدي ناخد البصيلات بطريقه معينه. بنجمع البصيلات اللي احنا اخدناها ديت بنحطها في سائل مغذي. وبعد كده بنعمل سيلكشن. بننظف البصيلات ديت وبنعمل سيلكشن للافضل البصيلات عشان لما نيجي نزرعها تدي النتيجه المطلوبه. بعد ما خدنا البصيلات وعملنا لها وحطيناها في سائل مغذي وبدانا نعمل سيلكشن للبصيلات اللي احنا هنزرعها. بنبتدي بعد كده بنخضر المنطقه اللي احنا هنزرع فيها. تخدير المنطقه اللي احنا بنزرع فيها برضو موضعي. بنعمل فتحات تقريبا ربع ملي الفتحه
وبعد كده بنبتدي مرحلة الامبلانتيشن اللي هي بزرع كل بصيلة في مكانها على حسب الرسمة اللي احنا اتفقنا عليها في الأول واللي احنا عملناها قبل العملية. بعد كده بنبتدي بقى بنحط له الضمادة اللي احنا شايفينها دلوقتي. وان شاء الله نشيلها له النهاردة. بسيطة جدا لو جات على قد الضمادة دي ما فيش أي مشكلة. العملية بسيطة جدا، ما فيش فيها أي ألم، ما فيش لها أي أعراض جانبية. البيشنت أو العيان بتاعنا بيخرج في نفس اليوم، بيعيش حياته بشكل طبيعي جدا، والأستاذ سيد هو يقدر يقول يعني ما فيش أي حاجة خالص حصلت معاه تاني يوم. هو الحقيقة ما اسموش عيان، هو اسمه واحد مقبل على الحياة، عاوز يبقى أفضل، عاوز يتغير. يعني الموضوع مش مرض. هو مش مرض، هو مش عيان، هو يعني شخص عاوز يبقى أحسن، يعني يبقى شكله أحسن وأفضل، فهو بيجي لنا بقى. وبعدين لازم بقى تغير مع يومنا، لازم يبقى فيه تغيير برضه. طبعا طبعا. لا والتغيير هيتكمل كمان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله خس. وان شاء الله يعني احنا هنتبناك يا استاذ سيد. بس انا موافق، احنا يعني انا متبنياك في البرنامج ده. انا تحت امر حضرتك. انا بعلن ان انا متبنيه حاله استاذ سيد. خلاص هتشوفوا كمان، وهنعمل عمليه كمان، هنخس صح كده، وزرعنا شعر، وهنعمل يولوك كامل. لازم وقفت مع نفسي واقفه كده، لا لازم اتغير. بالظبط. اكيد مش هيتغير معايا، مش عيب طبعا. طيب احنا عندنا بقى تقرير، صورنا كمان، رحنا بالكاميرا وصورنا العمليه وهي بتتعمل. استاذ سيد اثناء العمليه ودكتور هشام اثناء العمليه، تيجوا نروح نشوف التقرير. مساء الخير يا جماعه، انا اسمي سيد فتحي، انا موجود النهارده في المركز الطبي عيادة جولد. والله أنا النهاردة بعمل عملية زراعة شعر إن شاء الله، ادعوني أن تتم على خير. أنا جيت هنا عرفت عن طريق واحد صاحبي أن المركز الطبي متخصص في موضوع زراعة شعر، وزي ما انتم شايفين الموضوع يعني عامل لي قلق ومش مبسوط بشكل دماغي، وأنا بحب مظهري وبحب اللوك بتاعي يبقى مظبوط يبقى كويس. فجيت وقعدت مع الدكاترة وفهمت منهم الوضع واقتنعت جدا بصراحة، والنهاردة ان شاء الله هعمل العملية. بسم الله الرحمن الرحيم، انا الدكتور هشام شعبان، استشاري تجميل الانف والوجه في عيادات جولد المركز الطبي. معانا النهاردة حالة زراعة بتاعت الاستاذ سيد، والاستاذ سيد زارنا من فترة، هو عنده مشكلة صلع وراسي. هي طبعا المشكلة دي مضايقاه ومش عارف يعيش حياته بشكل طبيعي، هو عاوز يبقى شكله افضل واحسن، فانا اقترحت عليه ان الزراعة هي الحل الوحيد له. هو في الاول بيبقى في بعض الناس بتبقى متخيلة ان موضوع العلاجات والحاجات دي ممكن يجيب نتيجة معاهم، بس انا شفت حالته وعينتها لقيت ان العلاجات العادية مش هتجيب معاه اي نتيجة، والحل الامثل له هو اجراء عملية زراعة للشعر. الأستاذ سيد النهاردة إن شاء الله معاد العملية بتاعته، وبعد ما يخلص كمان بيتابع معنا لمدة 6 شهور، كل شهر بيجي لنا بياخد حقنة بلازما عشان نحسن من نمو الشعر، وإن شاء الله بعد 6 شهور يبقى برضو متابع معنا عشان نوريكم النتيجة بتاعته، والنتيجة بتبقى مرضية تماما إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا في المرحلة الأولى من عملية زراعة الشعر للأستاذ سيد. احنا بنحدد المنطقة المراد زراعتها، بنبقى احنا شفنا له صور قديمة عشان نشوف توزيع الشعر كان شكله عامل ازاي في الصور القديمة بتاعته، وبنرسم المنطقة اللي احنا المراد زراعتها، وان شاء الله نبتدي الزراعة على طول. حاليا في مرحلة الاقتطاف، المرحلة اللي احنا بنختار فيها البصيلات ونبتدي نعملها اكستراكشن، يعني بنطلعها من مكانها، وبعد كده بناخد البصيلات ديت بنحطها في السائل المغذي بتاعها، وبعد كده بنختار بنعملها عملية تنظيف، وبنختار منها احسن البصيلات اللي تنفع للزراعة عشان نبتدي في المرحلة الأخيرة بعد كده ان احنا نحطها في مكانها ونعملها امبلانتيشن، وبكده تكون دي تاني مرحلة في عملية الزراعة قربت تخلص. احنا حاليا في المرحلة الأخيرة من مرحلة زراعة الشعر اللي هي عملية الامبلانتيشن، اللي هي ان انا بدخل كل بصيلة في مكانها، ودي اخر مرحلة من مراحل عملية زراعة الشعر. اللي احنا هقولها لكم باختصار كده، احنا ابتدينا ان احنا خططنا المكان اللي احنا هنزرع فيه، وبعد كده عدينا البنج الموضعي، وبعد كده عملنا اول مرحلة اللي هي عملية الاقتطاف بتاعت الشعرة نفسها، ودلوقتي وبعد كده عملنا اختيار لأفضل البصيلات عشان نزرعها في الأماكن المخصصة بتاعتها،
واحنا دلوقتي في المرحله الاخيره اللي هي الامبلانتيشن نفسها، اللي هي عمليه زراعه الشعر في الاماكن اللي احنا حددناها مسبقا. انا عاوز اقول ان احنا بنفتح فتحات رفيعه جدا بتبقى تقريبا طولها تقريبا ربع ملي، بندخل فيها البصيله وبعد كده هي بتقفل لوحدها في غضون ساعات، يعني البصيلات ما بتطلعش من مكانها مره تانية خالص. بعد كده بنحط ضماده، وبعد 3 ايام بنبتدي نفك الضماده ديت ونعمل تنظيف للمكان اللي احنا زرعنا فيه، وكده تكون انتهت العمليه. ان شاء الله نشوفكم يوم فك الضماده. شكرا. يلا بينا نرجع شباب. يعني الموضوع بسيط جدا، وانا ملاحظه ان استاذ سيد قاعد بيضحك وبيهزر ومش حاسس باي حاجه. حصل فعلا. حصل فعلا. يعني الموضوع كان لطيف جدا. جدا ما حسيتش باي حاجه جدا، والناس كانوا ممتازين جدا وكانوا ظراف جدا زي ما قلت حضرتك، وبروفيشنال جدا بصراحه. يعني ودي اكيد حاجه مطمئنه يعني للناس كلها طبعا. اللي عاوز يعمل العمليه دي وشايف كده ان الموضوع بسيط، دي حاجه مطمئنه. احنا حتى في العمليه احنا بنقعد نتكلم معاه بنحسسه ان الموضوع بسيط جدا. حصل. بيبقى احنا اصدقاء بس احنا بنأدي مهمه، بنشتغل اللي احنا بالظبط بنعمله. يعني هو انت يا دكتور هشام مريح نفسيا اصلا. دكتور هشام يا جماعه ده فعلا يا فندم، يعني شخص فعلا. طيب جدا ومريح جدا. ما بيبقى في دكاتره بتعمل مود متنشن فينا. لا دكتور هشام مش كده خالص. ما عندوش الاتيتيود بتاع الدكاتره ده. لا مش موجود. لا خالص. بعتبر ان اللي جاي لي ده صديق، لازم اقعد اتكلم معاه، لازم اقعد اشرح له اللي هنعمله بالظبط، هقول له لو في اي حاجه هتحصل له بقول له عليها. يعني انا فهمت الاستاذ سيد ان بعد كده في مراحل لنمو الشعر ديت، يعني المفروض هو يبقى عارفها. يعني طيب ايه التعليمات اللي قلتها الاستاذ سيد بعد العمليه؟ بصي، هو التعليمات احنا بس بعد 3 ايام بنفك الضماده اللي هو النهارده ان شاء الله. بعد كده بنستخدم شامبو معين بنستخدمه مرتين في الاسبوع لمده من اسبوعين لثلاث اسابيع. ده بيطهر المكان وفي نفس الوقت بيمنع تكوين القشره. في مضاد حيوي بياخده لمده اسبوع عشان ما يحصلش اي التهابات، ما فيش اي حاجه. في مسكن بسيط كده لو حس بالم بيوم اول يوم او ثاني يوم بعد العمليه بياخده. لو ما فيش الم خلاص ما بياخدوش. طبعا احنا ممنوع ان احنا نلمس المياه المالحه لمده شهرين او ثلاثه. مفيش استخدام للشامبوات اللي فيها ماده الصودا الكاويه، بحيث ان احنا بندي فرصه للشعر ان هو ينمو بشكل طبيعي وما يحصلش فيه اي مشاكل. بس بعد طبعا ما الشعر بيطلع خلاص بيعيش حياته بشكل طبيعي خالص. يعني طيب اتفضل. ينزل شغله امتى؟ من ثالث يوم او رابع يوم يقدر ينزل شغله، بس يبعد عن الشمس، ما يبقاش يتعرض للشمس تعرض مباشر. يلبس كاب مثلا؟ يلبس كاب بس كاب واسع شويه، ما يقفلش فروه الراس. احنا قلنا اللي هيعمله بعد فك رباط، قلت لي ان الرباط هيتفك خلاص بعد النهارده. وهنصوره برده كمان يعني. وهنصوره كمان برضو. احنا معاك يا دكتور هشام، احنا هنخلص الحلقه ونطلع مع استاذ سيد عشان يفك الرباط. ان شاء الله. طب احنا كان عندنا حالات معموله عندكم قبل كده، صور موجوده معانا؟ الصور نشوف الصور معانا على الشاشه لحالات قبل وبعد. اتفضل يا دكتور هشام. الصوره ديت زي ما احنا قلنا ان الصوره دي احنا عملناها في رمضان. ده رجل عامل مصري عايش مقيم في الولايات المتحده. هو جالنا عمل معانا عمليه زراعه الشعر. الصوره اللي على اليمين دي طبعا قبل الزراعه، الصوره اللي على الشمال ديت دي 5 شهور بعد الزراعه. وطبعا هي مش دي الصوره النهائيه، هو لسه في اماكن فراغات بس الاماكن دي فيها بصيلات. يعني احنا لو شفنا الصور، في صوره ثانيه معانا اللي هي بعد شهر هنشوف توزيع البصيلات كان عامل ازاي. تمام. هي ديت الصوره اللي على الشمال دي بعد شهر من اجراء العمليه. كل المنطقه اللي احنا عاوزين نزرعها واللي عاوزين ننتقلها كمان فيها بصيلات. ده هيبقى في الصوره النهائيه ان شاء الله. بعد 3 شهور هتلاقي الوضع اختلف تماما. يعني كمان يعني الفراغات اللي حضراتكم شايفينها دي كلها هتتملي لان اوريدي هي فيها بصيلات. بالزبط. اللي هي الصوره اللي على الشمال اوريدي هتتملي لانه كلها هتتملي لان اوريدي في بصيلات موجوده. فدي بعد 5 شهور من العملية. اللي في النص دي بعد شهر من العملية. بعد شهر من العملية. فانتوا شايفين كل الشعر، كل اللي فروة الراس مليانة شعر. فدي حالاتكم يا دكتور هشام، دي حالات خاصة بالمرض. واحنا احنا بنعرض الصورة زي ما احنا، ما بنعملش فوتوشوب ولا أي حاجة في الصور عشان تبقى ولا من النت ولا أي حاجة. ولا دي بتاعتنا ولا حاجة. لا دي الصور بتاعتنا بالمركز عندنا.
احنا بنعرضها زي ما هي بالظبط، وان شاء الله بعد 3 شهور نعرض الصوره الرابعه بتاعتها عشان نشوف النتيجه النهائيه بتاعتها كام. الشعر المزروع يا دكتور هشام ده بيبدا ينمو امتى؟ يعني يبدا يحس بفرق بقى امتى؟ بصي، هو انا هشرح لك المراحل كلها اللي بتحصل بعد الزراعه. في خلال اول شهر الشعر ده كله بيبتدي ينمو. بعد شهر الشعر اللي احنا زرعناه ده بيبتدي يقع. انت عارفه بالظبط يومنا عامل زي ايه؟ زي ان انت خدتي نبات من المكان بتاعه وحطيتيه في مكان تاني. طبيعي بعد فتره بيحصل له جفاف ويبتدي ايه الورق بتاعه يقع. بعد 3 شهور بيبتدي ينمو الشعر ده مره تانية ويبتدي ياخد الشكل الطبيعي بتاعه في خلال من 6 ل 8 شهور. يعني هو بعد 3 شهور، بعد شهر بيبتدي يقع، بيفضل في مرحله ثبات لمده 3 شهور تقريبا، وبعد كده بيبتدي ينمو كل الشعر بقى ويبتدي ياخد الكثافه اللي احنا قلناها له في الاول او اللي احنا عملناها في الاول. يعني ما يقلقوش لو لقوا خالص. البصيلات اصلا موجوده، وهي البصيلات اللي احنا عاوزينها. طبعا احنا بندوم على اتصال دايما مع الشخص اللي زارع عندنا، بلاش مريض، الشخص اللي زارع معانا. كل شهر بيجي لنا بناخد حقن بلازما وحقن ميزوهير عشان تقويه البصيلات اللي احنا زرعناها، وبنحسن سرعه نمو الشعر نفسه. وبعد كده احنا بنشوف لغايه ما بنبقى متابعين معاه لغايه ما نوصل للمرحله اللي ترضينا او الشكل اللي يرضينا ويرضيه هو كمان في نفس الوقت. هي دي بقى الميزه. الميزه في المتابعه. انت لو سافرت بره هتعمل العمليه وتاخد طيارتك وتمشي، ولا هتشوفهم ولا هيشوفوك تاني. الميزه بقى انك هنا انت بتتابع، انت بتعمل جلسات، انت لو في اي حاجه هتكلم الدكتور تساله. وبعدين في هنا خبره اكتر، في هنا خبره اكتر بكتير، وانا اصريت انه اتابع مع استاذ سيد عشان اوريكم ان في عندنا هنا خبره اكتر بكتير. ففكره المتابعه دي في حد ذاتها طبعًا ميزه طبعًا. ميزه كبيره جدا. احنا بصراحه احنا عندنا حالات كتير قوي يومنا بتيجي عندنا المركز وتعمل عمليه زراعه شعر، بس قليل جدا اللي بيرضى يتصور. يعني احنا جبنا الاستاذ سيد ومشكورا وافق ان هو يتصور معانا عشان ننقل لكم عمليه زراعه الشعر خطوه بخطوه عشان تشوفوا قد ايه هي سهله، قد ايه نتائجها كويسه جدا، مفيش فيها اي مشاكل، واحنا بندي نتائج الحمد لله يمكن احسن من تركيا والدول المشهوره بزراعه الشعر. انا بحيي استاذ سيد على شجاعته طبعا، يعني حاجه عظيمه جدا. طيب هل في اي اثار جانبيه بعد زراعه الشعر؟ خالص ما فيش اي اثار جانبيه لزراعه الشعر. ممكن يبقى في شويه الم بسيط بيروح بالمسكن يوم او يومين وخلاص وانتهى الموضوع. لكن اي اثار جانبيه لا، ما فيش اي حاجه بتحصل بعد الزراعه. دكتور هشام، زرع الشعر للسيدات والرجال مش خاص بالرجال بس؟ لا لا لا، السيدات والرجال سواء. وبعدين الزراعه مش مجرد ان احنا ممكن نزرع شعر، لا، احنا للسيدات بنزرع الحواجب، للرجال ممكن لو في اماكن في الدقن ما فيهاش شعر بنزرعها، في ناس بتزرع الدقن كلها كمان، ما فيش اي مشكله. الحواجب دي حاجه لطيفه جدا. بالظبط، يعني بدل التاتو والحاجات دي وبيطلع شكله مش حلو وفيك، زراعت الشعر الحواجب ده وطالع موضه كمان، عايزه اقول لك قوي بقى. شعر طبيعي، شعر طبيعي، حواجب طبيعي بالشكل اللي انت عاوزاه. وفي فنانات كتير على فكره عاملين زراعه الشعر في الحواجب عشان تبقوا فاهمين. فانتوا بتعملوا زراعه شعر في كل انواع زراعه الشعر، سواء الشعر سواء الحواجب سواء الدقن، كلها بتتزرع عندنا في المركز. تقريبا انت بتاخد كام بصيله من الاماكن المانحه للشعر؟ احنا عارفين انه الشعر بيتاخد من المنطقه الخلفيه، من المنطقه الخلفيه او من الجناب، لانه دي ما بتصلعش او ما بيحصل لهاش حاجه. بتاخد كام شعريه تقريبا بتوزعهم على الفروه؟ بص طبعا وعلى حسب كل حاله، يعني كل حاله بتختلف من حاله للتانيه، بس في المتوسط احنا بناخد من 2000 ل 300 جرافت. الجرافت الواحده فيها من شعرتين لثلاث شعرات، احنا بنقول من شعرتين لاربع شعرات، احنا بنقول في المتوسط ثلاث شعرات. يعني في 3000، يعني احنا بنوصل من 8 ل 10000 شعره. من 8 ل 10000، ده عدد مهول، عدد كويس جدا. عدد طبعا كويس. يدي كثافه كويسه جدا. اكيد يدي كثافه كويسه. استاذ سيد، سؤال اخير ليك قبل ما نختم حلقتنا، ويمكن نصيحه توجهها للساده المشاهدين. هل انت لقيت العنايه الكامله في المركز الطبي عيادات جولد الخاصه بزراعه الشعر؟ انا لقيت عنايه 5 ستارز بجد، 5 ستارز. انا على فكره شغلي اساسا في السياحه، سياحه، فاهم يعني ايه هوسبيتاليتي. انا الناس دي بجد كنت مبسوط. انا عايز اقول لحضرتك مثلا انا المركز الطبي في المهندسين، وصلت للمهندسين مش عارف اركن. كلمت الاستاذ هشام، الدكتور هشام، يا دكتور انا مش عارف ادخل لك، انا مش عارف اركن. قال لي تعالى اقف عند المركز ومالكش دعوه. جاي لي راجل محترم، اخذ مني العربيه ركنها، وانا طلعت دخلت على الريسبشن، ناس محترمه جدا جدا جدا، ناس فيري فيري بروفيشنال. بتفرق والله الحاجات دي. والله والله احنا عندنا حاجات في مصر، بس الناس يعني للاسف عندها عقده الخواجه. لا، ما احنا هنلغي عقده الخواجه بقى خلاص. لازم بجد والله. انا اللي شفت على فكره، انا بحلف لكم دلوقتي والله، اقسم بالله
كل اللي انا حكيته ده حصل بالظبط، مفيش حاجه انا مزودها مثلا، ولا هو نفس اللي انا شفته. انا بجد شفت خدمه 5 ستارز. استاذ سيد انا بحييك مرتين، مره عشان انت ظهرت معانا على الهواء وكنت شجاع، ومره عشان انت اهتميت بنفسك عشان المدام. ده فعلا، فده مهم جدا يا جماعه. مش السيدات بس اللي بتهتم بنفسها علشان خاطر ازواجها، اهو الرجال بتهتم بالزبط. عشان زوجتها صح كده، لازم لازم والله يا فندم. انا بشكرك، ربنا بشكرك على وجودك معايا، وبشكرك يا دكتور هشام، واحنا متابعين معاك اول باول. وانا سعيده بالحلقه دي جدا. احنا جينا النهارده عشان نقول يا جماعه مصر فيها خبرات كبيره جدا في مجال زراعه الشعر، احسن من اي دوله ثانيه، احسن من تركيا، ونتحدى ومعاكم خطوه بخطوه، وهنتابع حاله استاذ سيد معانا، وان شاء الله هنشوف نتيجه مبهره انا متاكده. احنا هنروح لفاصل، لسه عندنا فقره تانية بعد الفاصل، استنونا. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. Masidora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Masidora Gold يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار، والكولاجين، والهايلورونيك أسيد، والسيراميد، المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. قلنا قبل كده انه في علاقه وثيقه جدا بين الشكل الخارجي والثقه بالنفس، وان الواحد يبقى سعيد ومبسوط. وقلت قبل كده برضو انه الستات طبعها كده، لما بتبقى فيها حاجه مضايقاها في وشها بالتحديد، وشها بتلاقيها حساسه زياده عن اللزوم، بتلاقيها موسوسه في بعض الاحيان، بتلاقيها يعني منكده شويه في بعض الاحيان برضو. فالارتباط بين نفسيتها وشكلها كده مرتبطين ببعض جدا. لو انت جيت قلت لها كلمه حلوه، انت الله شكلك حلو قوي النهارده، ايه ده، انت عامله ايه، بتلاقي معنوياتها ارتفعت في السماء. ولو انت برضو جيت قلت لها هو انت تعبانه ولا ايه، ولا مالك فيكي حاجه، بتلاقي المعنويات نزلت خالص. فطالما احنا عارفين انه في علاقه بين سعادتنا او نفسيتنا وشكلنا، يبقى لازم نهتم بشكلنا. مش عيب، يعني مش عيب ان احنا نبقى عارفين انه ده بيساعدنا فنعمله. من الحاجات اللي حققت سعاده كبيره جدا في الفتره الاخيره لسيدات كتير، وده حقيقي، ورفعت من معنوياتهم، هو كريم ماسي دورو جولد اللي بنتكلم عنه كل حلقه، وما بنافورش على فكره في الكلام، انه فعلا نتائجه هايله، وانه فعلا في ستات كتير جدا، بتكلم عن نفسي او عن الرسائل اللي بتبعت لي، ممتنه جدا ومبسوطه جدا من النتائج.
فاحنا النهارده هنتكلم عنه في فقرتنا دي، وهنعرف معلومات اكتر عنه عشان اللي ما يعرفش وعشان اللي عارف وعاوز يسمع تاني، مع ضيفتنا العزيزه الدكتوره هند نصير، مدير التطوير والابحاث في شركه ماسي فارم. يا اهلا يا اهلا. ازيك يا يوم؟ ايه الاخبار؟ لا الاخبار تمام، الاخبار جميله الحمد لله. كله تمام. اخبار ماسي دورو جولد ايه؟ واخبار الحكاوي النسائيه ايه؟ واخبار الفيدباك ايه؟ قوليلي. لا ماسي دورو جولد دايما في اي حكاوي نسائيه تلاقيه دايما بيتكلموا عنه. لان الفتره الاخيره ماسي دورو جولد لما ناس كتيره قوي استخدمته وابتدت تلاحظ نتائج مع الكريم، فبقى ده حديث النساء دلوقتي. ازاي ماسي دورو جولد بيصغر 10 سنين؟ ازاي ماسي دورو جولد بيخلي في نضاره للبشره؟ بيخلي البشره صافيه، بيخليها منوره. خدي بالك احنا كلنا دلوقتي الحياه بقت كلها بتعملي فيها اكتر من حاجه، بتروحي شغلك وعندك اولاد وعندك وبتروحي تعملي بعد الظهر مشاويرك، فبتبقي طول اليوم تقريبا بره. منهكة خلاص. طول يوم بره. ما بتاكليش تقريبا غير قليل. برضو بتنسي نفسك، ما بتشربيش ميه كتير. فكمان بتعرضي نفسك وبشرتك للاجهاد علشان اشعه الشمس. فكل الحاجات دي خلت الناس بقى عندها خلاص، بقى ابتدت تتغير، تقولك لا انا لازم اخد بالي من نفسي بالظبط، لازم اهتم ببشرتي عشان البشره الصحيه. البشره النضره بتدي جمال، بتعكس الجمال. لما ابص في وشك كده والاقي وشك صافي ورايق وما فيهوش حبوب، ما فيهوش مشاكل، ده بيخليني احس ان انت فعلا ماشيه مظبوط وبتعملي روتين يومي من الاهتمام بالبشره، وبالتالي مش هتعجزي علشان انت محافظه، وهناكل من عمرك 10 سنين كده طايرين مع انك بتستخدمي طبعا ماسي دورو جولد. لان ماسي دورو جولد يا يمنى المكونات بتاعته فيها كلها حاجات، اولا بصي 6 سنين احنا بنعمل ريسيرشز على الكريم قبل ما يظهر. الست سنين دول اخترنا وحطينا فيه كل ما يفيد البشره. ده 56 حاجه. 56 حاجه حاطين يعني في حاجات احنا يعني في حاجات انا عايزه اقول لك ان في حاجات كمان في الكريم بتخليكي تغنيكي. يعني الكريم في كولاجين، في هيالورونيك اسيد، في ذهب 23 قيراط، في عندك كافيار، في سيراميد، في صوديوم هيالورونيت، في ارجلين، في كميه حاجات. كل حاجه من دول لوحدها تعمل تجميل وتعمل نضارة وتعمل تبقى وشك بامبي نضر من غير ولا ميك اب ولا اي حاجه خالص. من غير انا الميك اب ده يعني انت ما بتحبيش الميك اب اصلا، وكل مره وكل مره الحلقه تقول مش عايزه مش هحط ميك اب، انا حاطه ماسي دورو جولد مش هحط ميك اب، مش عايزه تمسحولي ماسي دورو جولد، وانا زهقت بقى بصراحه. لان انا بكون حاطه الكريم ونازله بيه الصبح، والكريم بيدي جلو، بيدي نضاره في الوش. ببقى نازله انا بقوم انا دايما استخدامي بيه بستخدمه قبل ما بنام. بعمل كلينسنج لبشرتي وبعدين استخدم الكريم وبعدين تقولي لهم طريقه الاستخدام بقى. طريقه الاستخدام بقى انا دايما ببدا من تحت لفوق، من هنا من عند الرقبه، مهم جدا الرقبه. وبعدين بطلع هنا على التشن، بعد على هنا الدقن، وبعدين الخدود بقى سيركيولار موشن يا بنات، دايما اعملوا مساج كده علشان طبعا المساج ده مهم جدا، بيجري الدوره الدمويه. هو طبعا المساج الحركه دي الدائريه دي بتعمل نوع من بتجري الدوره الدمويه. كمان مع بقى ان احنا بنحط الكريم هتحسه بسنه كده زي سخونه على البشره. ليه السخونه دي حلوه قوي؟ السخونه ليه بقى؟ لان الذهب الايونز بتاعه الذهب من الحاجات اللي بتعلي البلاد فلو او الدم للمكان. الموضوع ده لما بيحصل ايه؟ الدم ده فيه اكسجين وفيه بلازما وفيه ميه، كل الحاجات دي بيزيد البلاد سبلاي، بيزيد الدم، فتلاقي الحته دي بقت بامبي، وردت. ايوه يقول لك انت ويقول لها انت عامله ايه؟ ايوه انت مورده او مش، وانت ممكن تكوني يقول لك انت كلتي كويس، انت ممكن تكوني في الحقيقه ما كلتيش يعني انت ما كلتيش ولا عملتي اي حاجه، بس انت حاطه بس حطيتي بس دورو جولد فبان عليكي. يعني انا لسه شايفه والله بجد يعني اصحابنا يقول لك ايه انت بقى يا دكتور انت اكيد ماسي دورو جولد من اول احنا ملاحظين بقالك فتره
انت هتحطى ماسي دورو جولد. اقول لهم والله انا فعلا من الحاجات اللي انا بحبها قوي وبستخدمها يوميا. بصي انا دائما يعني على طول احب دايما يعني بصي الوش لما يكون بير وتعبان وانت مش نايمه كويس ولا واكله كويس ولا شاربه ميه كتير بتبقي دايما طول الوقت مش حلو خالص لما تيجي تمسحي الميك اب وتبصي على منظرك كده قدام المرايه فتتضايقي تقولي ايه ده الميك اب مداري بلاوي. انا مش عايزه الاحساس ده بقى خلاص بقى الاحساس ده احنا مش عايزينه احنا عايزين ما نقولش كده احنا عايزين تمسحي الميك اب تقولي برده لا انا حلوه اهو ثقه انا لسه حلوه يعني الميك اب يعني الميك اب بس مش هو عادلني انا كمان لما بمسح الميك اب لا حلوه. فعلشان احصل على كده عشان يجي لي نضاره شويه نضاره احنا محتاجين شويه نضاره احنا عايزين نعرف المشاكل بقى اللي بيعالجها ماسي غير النضاره ندخل بقى في الحاجات العميقه شويه. هقول لك بقى ماسي دورو جولد لان في 23 طبعا ايراد ذهب. الذهب من العناصر الجيده والرائعه جدا اللي بتاثر وبتشيل التصبغات بتاعه البشره فهو بيفتح البشره. يعني في ناس لو انت عايزه بشرتك تفتح يبقى فيها تفتيح شويه بشرتك تشال منها التصبغات الايج سبوت والعلامات البنيه اللي بتبقى موجوده نتيجه التعرض ونتيجه الايجنج الكبر ونتيجة التعرض لأشعة الشمس. علميا الذهب بيشتغل على صبغة الميلانين اللي موجودة صبغة الميلانين دي المسؤولة على ان يطلع لك بقع او هالات سودة او هالات سودة او نمش بالظبط. فكل الحاجات دي طبعا انت كملتي فالحاجات دي كلها بتدي للبشرة تفتيح تلاقي بشرتك فتحت ابيضت يعني يقول لك انت بقيتي بيضة يعني عارفه زي بيضيتي مع انك مش حاطه مثلا ممكن تكون مش حاطه فاونديشن ولا اي حاجه بس يقولك انت بيضيتي كده ليه ليه بقى لان فعلا عنصر الذهب ايونز بتاعه الذهب بتشتغل فعليا على صبغه الميلانين فبتفتح لون البشره. عندك كمان الكافيار. الكافيار بقى ده ما اقدرش يعني كلام صحيح الواحد هيقوله ده هيسرده غير كافي ان هو يعدد مميزات الكافيار. الكافيار ده للبشره سحر. الكافيار انتي ايجينج يشتغل ضد ان انت تشيخي وتتقدمي في العمر تعجزي ويطلع لك تجاعيد بالظبط. الكافيار حلو جدا 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 بيحتوي على كميه انتي اوكسيدنتس وبيحتوي على فيتامينز رهيبه اوميجا 3 اوميجا 6 فيتامين اي سحر البشره فيتامين اي فيتامين اي احنا بنحطها بقى على بنحطها كده ده في ناس كانت بتحط كده يعني انا يعني قبل ما كنت استخدم الكريم ادور على فيتامين اي وادور على حاجه فيها انتي اوكسيدنت واهري بقى شوفوا لي حاجه فيها فيتامين اي شوفوا لي انا مش عايزه اكبر عارفه عايزه كلنا عندنا الهاجس ده يعني كلنا مش عايزين نكبر لا انا اي خط اي حاجه لا تضايقني قوي ابقى متضايقه فاعمل ايه ادور بقى كنت ادور واحط الحاجات دي. طيب دلوقتي احنا عندنا كريم جامع كل الحاجات دي كمان في حاجات دايما انا دايما بتكلم عنها لانها حاجه مهمه قوي اللي هو ايه بقى اللي هو الفاين لاينز اللي بتطلع الخطوط التعبيريه اللي بتطلع ودي مهمه جدا الخطوط التعبيريه اللي بتطلع نتيجه الابتسامه والحركات بتاعه الوش التعبيريه يعني التعبير الخطوط التعبيريه اللي هي نتيجه الحركات الوجه الحركات الماسلز اوف فيشال اكسبريشنز اللي هي بتاعه عضلات الوجه عضلات الوجه دي وبتطلع على فكره دي في سن صغير طبعا يعني الناس بتضحك بس لازم نضحك بتضحك على طول او بتكشر على طول بتكشر على طول واحد وعارفه يعني برضه ده والعكس والناس اللي طول الوقت عامله كده واللي عامله 111 والناس كل دي هتلاقي عندها الخطوط التعبيريه. فالخطوط التعبيريه في ماده موجوده في ماسي دورو جولد الاسيتايل هيكسا بيبتايد. الاسيتايل هيكسا بيبتايد من ضمن الحاجات اللي اكت لايك بوتوكس هي يعني بتعمل زي البوتوكس لانها بتخليكي ما تعمليش كونتراكشن قوي تفضلي تعملي الانبساط فتخلي فيه راحه تخلي فيه ريلاكسيشن. هو بيمتص لطبقات عميقه احنا بقى. عندنا طبعا الكريم معمول بنانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي دي من احدث التكنولوجي اللي ظهرت فيه الكريمز والكوزماتكس علشان تخلي الكريم يبقى سهل امتصاصه والاكتيف انجريدينتس المواد الموجوده فيه تمتص. فدي هتخلي الحاجات اللي احنا عايزينها تشتغل
يعني زي ايه؟ زي عندك احنا عايزين الكافيار. بقولك ايه، احنا لا عايزين تجاعيد ولا عايزين هالات سودة مش عايزين، وعايزين نفتح وعايزين وشنا يبقى منور بالظبط كده. هو ده اللي احنا عايزينه. فهو ده انا بس كل اللي انا عايزه اقوله، ان يا بنات ويا شباب، حتى برضو بخاطب برضو الرجاله، لان دلوقتي بقى مؤخرا يا يومنا كمان الراجل بقى تحسي ان هو لا ما بقاش زي الاول. لا 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 لا، ده هو مهتم قوي. انا لسه كانت معايا حاله وشايفين الاهتمام شكله ازاي بيعملوا. لا مهم جدا يحبوا جدا ان هم يهتموا بنفسهم. ما بقاش بقى بس البنت او السيده هي اللي بتهتم. كمان الرجاله لا بيتضايقوا جدا على فكره لما يطلع برده شويه تجاعيد، بيبقوا عايزين يعالجوها. طيب وبيبقوا عايزين حاجه سريعه وبسيطه يعني ماسي في دورو جولد. كمان في برضو من الحاجات المهمه فيه انه مع ماسي دورو جولد فيه هايلورونيك اسيد، والهايلورونيك اسيد هو اللي موجود في الفيلر اللي انت بتروحي تاخديه بالحقنه. الفيلر هو عباره عن، في انواع طبعا ثانيه غير الهايلورونيك اسيد، لكن الهايلورونيك اسيد من ضمن المواد الفيلر المالئه اللي بنستخدمها علشان خاطر نعمل فيلنج او نعمل فوليوم للبشره. هو في الهايلورونيك اسيد وفي صوديوم هيالورونيت، والماده دي كمان البارتكس بتاعتها صغيره قوي، فبتقدر تخترق او تعمل ابزوربشن للبشره، وبالتالي هتديكي شويه بلومبنج، يبقى البشره ترد. ايوه اللي يشوفك يقول وشها منور. أيوة. رادد من غير ما تعملي ولا بوتوكس ولا فيلر. بالظبط كده، يبقى وشك رادد سنه. يعني وشك تحس ان هو فيه فوليوم. فده من ضمن الحاجات الجميلة قوي طبعا اللي موجودة في ماسي دورو جولد. الفيتامين اي والفيتامين اي دول سحر للبشرة. مفيش انا اي كريم حتى، والانتي اوكسيدنت، يعني الكافيار كمان فيه ميزة مهمة قوي ان هو ضد اشعة الشمس الالترا فايلوت اي وبي، فده مهم قوي لما نخرج بيه في الشمس. يعني احنا نستخدم ماسي صباحا كمان؟ نستخدم ماسي. انا بستخدم ماسي بعدين بعد كده شويه صغيره بعدين احط شويه ايه بقى، شويه روج، شويه بلاشر، اللي يجي بقى ايه قدامي اللي هي قدامي. بس ممكن والله بجد، بس حقيقي انت بعد فتره من الاستخدام هتلاقي نفسك انت مش 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 حابه ان انت تحطي ميك اب. يعني مش حابه، هتلاقي انت اوريدي حصل لك البلومبنج ده، حصل لك البامبي شويه اللي موجود، افتحيتي بقى عندك بشرتك فاتحه صافيه منوره. كمان الترطيب ده مهم قوي. انت لو قعدتي، يعني احنا لا بنشرب ميه ولا بناكل اكل يدينا، يعني احنا كمان يعني ممكن احنا بنشتغل فطول اليوم بيبقى بره. احنا عايزين حاجه تحافظ على مستوى الميه تحت الجلد. فمهم قوي ان انا احط كريم يبقى كمان كمرطب. لان الترطيب ده مهم قوي للبشره. الترطيب ده بيخلي البشره ما تعجز بدري. يعني عارفه ازاي؟ فاحنا الحاجات، كل المحتويات اللي موجوده في ماسي دورو جولد كلها حاجات تخليكي 10 سنين، لان السيراميد مثلا من ضمن الحاجات اللي بتقل، كمان مش بس الكولاجين، السيراميد من ضمن الحاجات اللي بتقل مع العمر. يعني احنا بنقل كولاجين والسيراميد ده الحاجه اللي بتلزق بالظبط كده، فبتعمل شده وكمان تحافظ على الترطيب، تمنع ان الميه تخرج من الخلايا، فتحافظ على البالانس والترطيب. وجود الميه مهم جدا لان ده اللي بيعمل سنه الفوليوم او الرده اللي انت بتقولي عليها. ما تبقاش كمان البشره شحبه. انت عارفه البشره الشحبه دي والله مهما تكوني جميله ومسمسمة بالظبط ويعني تقطيعك وخطيره، بس البشره ما فيهاش نضاره، ادي سن اكتر 10 سنين. ده مظبوط، ده مظبوط، ده حقيقي. يقول لك ده انت يا شفتيها دي بشرتها بعتت قوي، دي كبرت، وهي ما تكونش كده، تكون لسه صغيره. فمهم قوي ان احنا الكريم، طبعا المحتويات دي اصلا دي لوحدها. انت عارفه انا بقول لك انا كنت بشتري الحاجه دي كل حاجه سنجل لوحدها واحط بقى على بعضه واخلط بقى واخلط بقى وابوظ الدنيا. طبعا ده ما ينفعش، لان انت في الاخر بتخرجي. وبعدين كمان في حاجه مهمه جدا، ان الابزوربشن وامتصاص الكريم ده رائع في ايه؟ ما بياخدش وقت عشان يمتص، هو كمان ما بيسيبش اي طبقه. ايوه وشك مش هيلمع، مش هتحسي ان انت مزيته ولا اي حاجه. الطبقه الدهنيه دي بقى حدث ولا حرج، انا ما بحبهاش لما تكون موجوده، لان انت بتخرجي تبقي بشرتك مدهنه كده، لا مش حلو طبعا. تجمعي بقى، ترجعي بقى تمسحي القطنه، شوفي بقى هيطلع ايه. لكن ماسي دورو جولد في حاجه حلوه قوي، ان انت الامتصاص بتاعه سريع، امتصاصه قوي، فبالتالي ما بيسيبش اي طبقه دهنيه على البشره. فكمان حلو البشره، ده بشرتي دهنيه. فهو من الكريمات اللي
يعني المحتويات الموجودة دي كفيلة انها تخلي اي امرأة او اي سيدة تبقى حابة جدا انها تستخدم الكريم واي رجل كمان. واي رجل مش بيزعلوا النبي لا خلاص يعني مع خلاص برضو مش هننساكوا برضو ضمن فلا انا شايفة ان هو الطفره اللي حصلت بسببه والاحاديث اللي حصلت بسببه ده لان المكونات دي كلها دي مكونات غاليه طبعا ومكونات كمان ليها قيمه قيمه ماسي دروجولد هو فخم اكيد هو كريم فخم بس مش معنى كده ان هو بتاع ناس معينه لا 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 كل انا بصوا انا بشوف ناس والله عاديين خالص خالص وبيستخدموا ماسي دروجولد بيستخدموه بيستخدموا ماسي دروجولد وبعدين برضو الفتره اللي انت هتستخدمي فيها الكريم الكريم كبير مش حجم صغير 120 مللي فهتبداي تستخدمي الكريم ده طبعا انا دايما عايزه اقول ان كل الناس اللي بتسال يعني النضاره والنضاره والترطيب والبينكي ده شويه بيجي من اول ما انت بتستخدمي طبعا بيبان ان انت مرطبه بشرتك بيبان ان انت وشك فيه جلوي شويه بامبي المشاكل بقى تبدا تختفي بعد قد ايه المشاكل دي علشان تختفي هتقعدي تستخدمي الكريم ده وعشان تشوفي اول نتيجه هتظهر هتشوفي من شهرين لثلاث شهور طيب برضو بسرعه طبعا يعني وقت قياس طبعا هتبتدي في الثلاث شهور دول انت في الثلاث شهور دول انت حافظي بس على كورس الاستخدام لازم. لازم طيب احنا قبل ما الحلقه بتاعتنا تخلص احنا دايما بنكرر وبنعرض الترخيص بتاعت ماسي على طبعاً. الشاشه وبنقول ما حدش يشتري حاجه من غير ما يتاكد ان هي مضمونه ومرخصه تقول لنا بقى ماسي مرخص منين يا دكتوره هند مرخص من ثلاث جهات طبعا مرخص من وزاره الصحه المصريه والاتحاد الاوروبي وحكومات دبي دول ثلاث تراخيص طبعا ثلاث جهات ثلاث اماكن مختلفه ثلاث اماكن خالص. مختلفه علشان برضو يبقى كل واحد وهو بيستخدم الكريم انت خدي بالك انا مهم قوي ان انا ابص كده واقول ده مرخص انا من جوايا هيبقى هطمن هطمن وبعدين الكريم ميد ان ايطالي ايطالي صنع فبرضو من ضمن الحاجات بصي يعني عارفين طبعا ان ايطاليا بلد الجمال كله والتجميل والكوزماتكس فروعكم فين بقى فروعنا احنا عندنا فرع طبعا في ايطاليا ماسي فارم ايطالي وعندنا ماسي فارم ايجيبت هنا موجود في القاهره وعندنا ماسي فارم جولف وده في جبل علي وان شاء الله قريبا هيكون عندنا ماسي فارم في امريكا ان شاء الله إن شاء التواصل الله. ازاي بيكون التواصل بقى دايركت التواصل احنا عندنا كول سنتر على مدار 24 ساعه موجودين بيردوا على كل الاستفسارات طبعا علشان الناس لو حابه تسال اي استفسار رجاءا طبعا ما تترددوش ابدا وفي عندنا بقى الفيسبوك بيج انتوا اكيد بتعرضوها دايما فده تواصل بشكل مباشر وسهل جدا وبسيط انا بشكرك على وجودك معايا دكتوره هند ميرسي ليكي ضيفتي العزيزه دكتوره هند نصير احنا حلقتنا خلصت وفقراتنا خلصت شوفونا يوميا الساعه 3 عصرا والاعاده بتكون 12 مساء و8 صباحا ثاني يوم والحلقات كلها هتكون موجوده على اليوتيوب اي حد عنده سؤال او استفسار اتفضل يبعتها لي على صفحتي الشخصيه اللي هتظهر لحضراتكم على الشاشه دلوقتي اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال كنت معكم يومنا طولا سلام عليكم ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا 10 سنوات Maci Doro Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Maci Doro Gold يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطالي الصنع The six actions of Maci Doro Gold
You see anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing, and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا, ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة مصر, ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات, ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.